طب بمناسبة أحمد عبد القادر بقى، تعالى نشوف لقاء مع زميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن أحمد عبد القادر بعد أحداث نهاية المباراة. طب والله كويس. من جديد ده كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا ومشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من ابناء قطاع الناشئين النادي الاهلي، واحد من ابناء النادي الاهلي، واحد من النجوم النهارده اللي بيقدم شهاده تالقه مع فريق النادي الاهلي باول هدف رسمي ليه مع النادي الاهلي، احمد عبد القادر او حمدي. احمد برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، مبروك الفوز، مباراه مهمه جدا وهدف غالي جدا، اول هدف رسمي ليك مع النادي الاهلي. حبيبي يا روح، انا سعيد ان انا معاك وبشكر طبعا الكباتن اللي في الاستاد وبرحب بيهم طبعا. اولا الحمد لله اول يمكن ربع ساعه او ثلث ساعه ليا مع النادي الاهلي، الحمد لله قدرنا ننفذ المدير الفني عايزه مننا وقدرت الحمد لله اول اهدافي برضو مع الفريق، فبشكر كل اللعيبه اللي ساعدتني على كده وبتمنى ان الاستمرار اهم حاجه، الاستمراريه لسه ما عملناش حاجه في بدايه موسم، اهم حاجه الاستمراريه ان شاء الله وتبقى سنه واضافه للنادي باذن الله. يعني احمد، ايه الهدوء ده وايه العقل ده والشخصيه دي؟ لان خلي بالك كتير جدا اتكلم على هدوء احمد حمدي في الكوره دي، طبيعي ان اي لاعب ممكن يتصرف فيها بسرعه، لكن الهدوء والشخصيه دي سمات وشخصيه اللاعب اللي بتفرق، اللي بيبقى جدير بقميص النادي الاهلي. والله الحمد لله، يمكن انا قلت الموضوع ده كتير، اهم حاجه في الجزء الاخيره في ال 18 بالذات لازم اهم حاجه في الجول عامه او في الكوره انك تبقى هادي جدا وتحاول تستغل اي مساحه فاضيه قدامك انك تبقى قريب للجول. فالحمد لله انا يعني من بدايه مشواري مع الكره وانا في الحمد لله في ال 18 بحاول استغل اي مسافه صغيره او اي يمكن ثغره ان انا احرز منها اهداف، فطبعا الهدوء ده رقم واحد وهو سبب الجول. يعني ممكن لو كنت لعبتها من لمسه واحده كانت ما تظبطش في رجلي او بتاع، فالحمد لله على الهدوء بشكر ربنا. يعني عمار بيبارك لك كده، اول عمار هيبارك لك طبعا، عمار واحد من النجوم برضو اللي جماهير الاهلي مستنيه منه كتير. عمار الاول عايز تقولي الحمد النهارده على الهدف واعتقد فوز مهم النهارده. عمار بقول له مبروك على البدايه دي وان شاء الله في الدوري ان شاء الله مزيد من الاهداف، والحمد لله النهارده على النتيجه، اللعبة كلها كانت رجاله وكلنا كنا على قلب راجل واحد والحمد لله. يعني بتمنى له التوفيق في ماتشات الجايه ان شاء الله ويفضل يجيب اجوان كده باذن الله. انا عارف ان هو اقرب حد ليك ويعني رفيق المشوار في كل مكان معاك. هذا اخويا ده من واحنا صغيرين، من واحنا صغيرين في الناشئين كان على طول بيجي يدينا اثنين وثلاثه. ببارك له طبعا على الجون وان شاء الله مزيد من الاهداف باذن الله. عمار، جماهير الاهلي مستنيه منك كتير، عايز تقولي لجماهير النادي الاهلي؟ انا بشكرهم جدا على الدعم ده وباذن الله ما اغزلهمش يعني، وان شاء الله الماتشات اللي جايه ان شاء الله يعمل ماتشات احسن واحسن وان شاء الله نرجع بطوله الدوري اللي غابت عننا الموسم اللي فات. مبروك يا عمار وبالتوفيق في الماتشات اللي جايه باذن الله. مبروك اخويا. احمد، الحب يعني وصوره مهمه جدا بالمناسبه، عمار اول ما علي معلول جاب الجون جري على عمار ودي الروح اللي بنقول عليها، علاقه اللعيبه الكبار معاك وسهلت عليكم الامور دي. دي حقيقه اللعيبه الكبار طبعا عامله احتواء غير طبيعي للعيبه الجديده، الصفقات بتحاول تدخل مع الفريق وهم مساعدين على كده جدا، حتى الناس احنا كمان اللي رجعنا من الاعاره شايفين الدعم من اللعيبه وشايفين الدعم من الجهاز من كل الناس اللي بره، فان شاء الله يبقى موسم خير باذن الله. يعني ان شاء الله يبقى موسم كويس على النادي وعلى الجماهير باذن الله. جيت النادي الاهلي بعد اعاره، كنت فتره في الاحتراف في اوروبا، جيت النادي الاهلي كان ليك هدف ان انت تطلع اعاره، طلعت اعاره مع فريق سموحه بنفس الهدوء بنفس الشخصيه، كان ليك هدف عايز تكمله، رجعت النادي الاهلي كنت واحد من المطالب الجماهير بتنادي عليها انك ترجع للنادي الاهلي بكل شخصيه وبكل هدوء. احمد حمدي بيرسم بدايه طريقه مع النادي الاهلي. الحمد لله بدايه كويسه الحمد لله، فاهم حاجه زي ما قلت لك اتمنى ان انا استمر على كده، مش عايزين نبالغ في الموضوع في اول ماتش، احنا لسه بنقول يا هادي وبدايه، فان شاء الله البدايه دي تبقى مكمله لنهايه الدوري وافريقيا وكاس العالم ان شاء الله يبقى مردود كويس ان شاء الله للنادي وللجماهير باذن الله. يعني احمد، مستر بيت سؤال لك ايه، ومين توقع لك النهارده انك تحرز هدف النهارده؟ مامتي. عايز تقول لها ايه؟ طيب يعني ست الكل ربنا يبارك لك فيها، عايز تقول لها ايه النهارده؟ انا بشكرها طبعا، بشكر والدتي جدا، دعم غير طبيعي ليا في البيت في كل مكان، ووالدي طبعا نفس الكلام طبعا، الاثنين تعبانين معايا جدا جدا، فربنا يخليهم ليا ان شاء الله وان شاء الله اساعدهم الفتره اللي جايه باذن الله. يعني مستر بيتسو موسيماني قال لك ايه قبل ما تنزل وقال لك ايه بعد المباراه؟ هو اداني تعليمات ان لازم في نفس الوقت ابقى دفاعيا متوازن وهجوميا متوازن، يمكن الطرد عمل لنا خلل شويه ما كناش متوقعينه ان هو يحصل بعد الثلاث تغييرات دول، بس قدرنا برضو مع الطرد ان احنا نتعامل مع الموقف بتاع الملعب والدنيا بقت كويسه، جبنا الهدف الرابع والحمد لله نتيجه مرضيه لحد كبير يعني الحمد لله. حمدي، اخر رساله عايز تقولها للجماهير النادي الاهلي تحب تقول لهم ايه؟ بشكرهم طبعا على الدعم ونتمنى الدعم ده يبقى مستمر وان شاء الله نساعدهم اكتر واكتر، واقول لهم انتظروا لسه اللي جاي احسن باذن الله. يعني شكرا يا حمدي وبالتوفيق اللي جاي باذن الله. شكرا يا حبيبي.
كابتن ايمن، ده كان لقائنا مع احمد حمدي عبد القادر لاعب النادي الاهلي وصاحب الهدف الرابع الجميل للنادي الاهلي عقب نهايه اللقاء وبفوز الاهلي على فريق الاسماعيلي باربع اهداف مقابل لا شيء. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفي الكرام. شكرا جزيلا للزميل العزيز فاروق صلاح. عجبني جدا كلام احمد عبد القادر، كلام هادئ وواثق من نفسه جدا، وبعدين من ضمن كلامه اللي بيقول يعني احنا مش عايزين مبالغه، يعني هو الراجل النهارده جايب جول في بدايه مشواره مع النادي الاهلي، واول ما نزل ادى اداء كويس وجاب جول، ولكن الفرحه مش واخداه.